ارحب ارحب. هلا بمعلمنا. رواه واحد جاي، رواه واحد جايع. سلام سلام على طعام. رواه جايع اي والله. اي والله. شكرا لك يا ابو علي على الطبخ الجميل. العفو. يسلموا هالديات. بالعافيه ان شاء الله. بس قبل الوقت صدق لازم نغسل الصحون، ليش؟ غبار. الجو غبار. تفضل. غبر كل شيء. بورج بورج. هذا وشو؟ عصير. عصير. الى اين المصير؟ هلا ارحبوا. تفضل يا حجي. اعطيته اعطيته. ايه ما شاء الله عليك. ابو خالد ابو عبد العزيز. بسم الله. هلا. عصير مني من ابو علي جزاه الله خير الشيف المبدع. بالعافيه بالعافيه ان شاء الله. تسلم منك بعد منك. عطني راسك. استرع بس مكانك بيخدمك هو جزاه الله خير ابو علي الله يسعده ويوفقه. خدمتك والله. ويوفق ام علي وعياله واخوان علي كلهم خواته قل امين. امين يا رب. بين باقي ما شاء الله عصير. الله يعطيك العافيه. عطني بس. ايوه. عطني يا دكتور. وين طاستك ابو اصبر شوي اسوي نبغى ناكل من هالمكرونه ما ادري شو اسمها. كل المهم براحتك. وش ذا العصير اللذيذ يا ابا علي؟ هذا شو اسمه؟ مانجا بالحليب. يا سلام. مانجا بالحليب. يا سلام. هذا من شرابي المفضل يا ابو علي. طعمه مانجا بالحليب؟ هذا من مسوي من جايبه ابو عمر ولا صحيح؟ والله طعمه مانجا بالحليب. صحيح؟ شوف الصدفه رب صدفه خير من الف ميعاد. هذا عاد شرابي المفضل يا مين صب له بشاميل بالخضار؟ مين حابب ياكل بشاميل بالخضار؟ تاكد ولا كبسه على طول؟ طقطق يا ابو عبد العزيز بعد قدام صدام صدام دائما اليوم اخذ عني الدور ابو عمار ياخذ دورنا كلنا حتى صار مضيع يسأل وكل شيء تحول اليوم تحول عليه والله عن زعل جبل طيح عليه باراشوت على ليمون لا حبيبي بيض الله وجهك خلاص تسلم يا حبيبي الله يعطيكم العافيه لا تكثر بس الله يجزاك عطي جارك شوي كثير يا عم كثرت الله يعطيك هذا كل شوي شوي هذا خضار صحي هذا خضار مع الخبز بس حاول تحط نصف الصحن الله يجزاك خير طيب عشان ما تقدر تعطيني صحنات منديل انسحب منديل بشاميل جزاك الله خير ما في غبار شوي لا ان شاء الله والله تسلم يديك العصير مسكت يا ابو علي حلو مره انت حلو يا ابو سليمان اي والله يسلم هالديات والسامعين شباب اشتغل صح يطلب رغبته ايش تبي يا ابو عبد العزيز؟ في رز كبسه وفي بشاميل بالخضار. في رز في لا عط بشاميل. عطى بشاميل ها؟ طورت المويه بشاميل. انت وصلكم البشاميل في المويه؟ الكبسه حقين على هناك حبيلك. والله طورت تعرف البشاميل يا ها والله طورت من عقب العبيله صرت تعرف انا عم ابو علي حط لي من قويه يا ابو عبد العزيز من عقب العبيله صرنا نعقل مكرونة بالبشاميل صدق ما لقيتها في حياتي عبيد هذه صحيح والله؟ لا والله حلوة تعلمتها والله من بعض البادية ولكن لحقت العنوز يا عمر قلت لي وش العجوة خماعة خماعة ايه مو بالعنوز اكلتها العنزة عنزة وعنزة ايوه عنزة يسمونها ترى الرجال عنده ترى عندي خبرة انا عنده خبرة من اسكاكا ايه اعطيني صحنك عمر عند البيت اعطيتك اياه مع صحن ابو مع صحن ابراكان يا هلا والله عمر يا مرحبا يا مرحبا يا هلا ما قلت لي شو احط لك بشاميل ولا اللي يجي من يدك حلو لا انت اللي بدك تاكل حط بشاميل بالبصل بالبصل بشاميل بالبصل بالبصل حط لي ما عندي بشاميل بالبصل حطني عادي عم بيلك يا عمر على جوي انت يا البصل مضاد حيوي ترى يا حيوي جميل شيف ايش رايك بالبصل يا شيف البصل في اكله بدون بصل اكيد نحن بعالم الطبخ بنعتمد على البصل والثوم سلام يا سلام يا سلام شوف يا ابو راشد سلام وين مور نحول انجليزي شويه عفوا الله عليك تسلم ايديك والله يا ابا علي صحتين الله يوفقك ام علي موجوده شوف الحين شوفنا ام علي اكيد الله يجزاك خير يا ام علي ويالف بين قلوبكم قول امين امين قول امين يا ابو علي امين جعلك ما تحب غيرها امين ولا تشوف احلى منها امين وتشوف دي على زرار في حلقك الى ان تقوم الساعه امين ما تزوج هذا شكله بدون نفس الاخير حسيت حالي لك حسيت حالي بصلاه التراويح يبغى يصلي اجل اقيم الصلاه يا ابو علي واحد دعيتنا كذا يا اخوي عمر يوم قلت له اجي على زرار في حلقك قال لا حرام عيد هي دعوه علي ابو عبد العزيز حتى يوم القيامه تبي هالدعوه ابو عبد العزيز وقف ابو علي تبي هالدعوه ابو عبد العزيز لا ما زرار في حلقك يبغى ينام خله في قلبه تقول في حلقك ايوه شو سلام
اخترع عبارة زين ابو راشد. الله يجزاك خير. اتوه من الناس. يلا ناخذ باصل عشان هو خايف من ازراره. ايوه انا خايف.